كلمة ختام سي نبيل، انتم ركزتوا برشا على ما يسمى الاقتصاد التضامني، ليكونومي سوليدير. اي نعم. شو انا باش نقول كلمة، مؤسسة التمويل الأزهر ممكن تكون أداة فاعلة وأداة قوية لمكافحة الفقر وتشغيله، وتكون رافد من رافد التنمية لتعاون جهد البلاد هذه. توتفوا وقد تكون جوستومون مكون وكومبوزونت ولا لبنة من اللبنات الكبيرة في هذا، هو في النموذج الاقتصادي الجديد اللي هو الاقتصاد التضامني والاجتماعي، اللي هو راهو له سوسياليزم وله كومونيزم. هو نظام رأس مالي بامتياز، لكن قائم على توزيع عادل للثروات وقائم على مسؤولية من القطاع الخاص به. اليوم شنو مطلوب للشيء هذا؟ الزي ام اف ينجموا يلعبوا دور كبير، لكن شنو المشكلة؟ بالإطار التشريعي اليوم الزي ام اف ولا المؤسسات من الأصغر مكبلين، يلزم فما ثورة في الإطار التشريعي التونسي، ويلزم يكون قادر أنه يعيش المرحلة مع التوانسة في دولة تعيش وضع استثنائي، لازم شهادة استثنائية. الزي ام اف في العالم أجمع سون ريجي باغ لا بانك سنترال، إلا في تونس سون ريجي فهمتني ولا باغ لوتوريتي دو كونترول اللي هي سو لا توتال دو مينيستير دو فينونس. في العالم أجمع تقريبا هم عندهم ديزاغريمون بانكير، بنوك قائمة بذاتها تقدم كل الخدمات المالية الصغرى، من ميكرو تيبو ميكرو إيبان ميكرو أسي، كل شيء يقدموه للناس. اليوم كيفاش باش تمد يدك قوية أنت فهمتني البا دو بيراميد اللي هو تقريبا يمثل نسبة كبيرة جدا اليوم من المجتمع التونسي، يوصلوا حتى تقريبا لكليون بوتنسيال زوز مليون ونص اليوم. كيفاش تمد لهم دي زي ام اف صغار تحكي على 3 مليون دينار فهمتني ولا كراس مال مبدا وكذا؟ يلزم اليوم المؤسسه هذه تتقوى، يلزم يرفع يقع الترفيع في سقف التمويل، يلزم ياخذوا لي زاغريمون بونكير. صحيح اليوم فاهمين حتى باب المراقبه، حتى المراقبه يلزم تكون على خاطر يظل البنك المركزي مؤهل اكثر من وزاره الماليه باش يراقب يعني، خاطر نجم حجم معاملات يوصل حجم كبير ياسر. احنا فاهمين اليوم انه القطاع في بدايته، وانه لازم يكون فهم اعمق اليوم للقطاع باش نجم ناخذ تشريعات اقوى، لكن تسريع واجب باش نتحطوا على الطريق الصحيح، وباش المؤسسه هذه تنجم تلعب دورها وتكون مكون معناتها كبير في النموذج الاقتصادي اللي قائم على العداله الاجتماعيه. شكرا دكتور، بارك الله فيك.